تقول بأنها تعمل في التدريس في قرية تبعد عن مدينتها حوالي 15 كيلو. تقول: ليس عندي من يوصلني إلى المدرسة، فأذهب أنا وبعض المدرسات مع أخي إحداهن، هل يعتبر هذا فضيلة الشيخ من السفر الحرام؟ الذي يظهر لي أن هذا ليس من السفر، لأنه ليس سفرا فيما يعتاده الناس، إذ أن هذه المرأة ستذهب إلى مكان عملها وترجع في يومها، ومثل هذا في عصرنا لا يتأهب له أخبة السفر، ولا يعدونه الناس سفرا، فلا يشيعون المسافر ولا يودعونه ولا يستقبلونه ويحيونه تحية القادم. وعلى هذا فيجوز لها أن تذهب مع زميلاتها إلى المدرسة فتدرس وترجع في يومها في مثل هذه المسافة القصيرة. أما أن تذهب وحدها مع السائق وهو ليس من محارمها فهذا حرام ولا يحل لها ذلك، سواء كان هذا داخل البلد أو خارجه، لأن ذلك من الخلوة ولأنه سبب للفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، وحذر من أسباب الفتن والوقوع فيها في عدة أحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فليعن عنه، أي فليبعد خوفا من فتنة الدجال. فكل أسباب الفتن يجب على المرء الحذر منها والبعد عنها. ولقد مر بنا فيما يتساءل الناس عنه من الفتن والشر في ركوب المرأة وحدها مع رجل ليس من محارمها، مر علينا شيء ليس هذا موضع ذكره، ولكني أحذر إخواني السامعين من التهاون بهذا الأمر، لأنه خطير للغاية. اللهم وفق.